أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن الارتقاء بجودة حياة أبناء الإمارات والدفع بعجلة التنمية الاجتماعية المتوازنة أولوية رئيسية لصناعة مستقبل أفضل خلال 50 عاما القادمة. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد اليوم بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة معالي حصة بنت عيسى أبو حميد وزيرة تنمية المجتمع. وطلع سموه خلال اللقاء على خطط وبرامج وزارة تنمية المجتمع وأشاد سموه بجهود الوزارة مؤكدا أهمية تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع في شتى المجالات.